بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، حضرتنا اليوم إن شاء الله عن استعمال الأنزيمات في الصناعات اللحوم، أو بالمعنى الأصح Enzymes and Meat Processing. الجزء الأول منها، وحضرتنا إن شاء الله حتكون على جزئين لأنها طويل شوية، وبالتالي قسمناها لجزئين. بداية، Consumer demands for high quality and moderate price meat product have been the driving force to develop systematic method to add value to low quality meat piece. بشكل عام، المستهلك بيرغب دائما في جودة منتجات لحوم جيدة، ولكن أيضا السعر مهم جدا لها، وبالتالي كانت هذه الدافعة لاستخدام الأنزيمات في معالجة اللحوم. In meat industry, there are two distinct applications. في صناعات اللحوم في عنا طريقتين لاستعمال الأنزيمات. These applications are tenderization، اللي هي تطرية أو جعل اللحوم طرية، of two tough meat part، and restructuring. الريستراكشن هذه يمكن تكون جديدة علينا. تطرية اللحوم احنا نعرفها يمكن من زمان من حياتنا اليومية، لكن ريستراكشرينج هذه جديدة علينا، هي إعادة تركيب أو إعادة بناء اللحوم of fresh low value meat pieces، اللي هي معناتها الأصح اللحوم يعني جودتها قليلة، نحاول نحسن في جودتها بإعادة بنائها، and trimmings to higher كواليتي ستيكس، أو زركشت اللي هي اللحوم، ومعناتها صح اللي هو رفع قيمتها أو جودتها من ناحية تقديمها للإنسان. Industry and meat industry and carting اللي هي الأماكن اللي تقدم فيها الطعام، predominantly protein degrading enzymes have been used. الأنزيمات تستخدم في عملية تحضير الطعام، تحضير اللحوم بمعنى أصح، لغرض التطرية أو لغرض اللي هو إعادة هيكلة اللحوم. Of protein cross linking enzyme، في عنا أنزيمات تستعمل زي أنزيم الترانس جلوتامينيزز جيتيز have been used as a texture improvers، اللي هي الجل texture improver. Already have been several for several years. قوام اللحمة أو طراوة اللحمة بمعنى أصح، اللي هي تحسينها. In addition to these novel enzymes are discovered and their application potentially assist as novel application، تعتبر من الأنزيمات اللي اكتشفت حديثا، تعتبر من الأنزيمات اللي هي ما يعرف بالnovel application لها. Structure engineering هي تركيب صناعة أو هندسة التركيب by oxidative enzyme وسط أنزيمات الأكسدة، and the flavor design by lipase أو تصميم إعادة تصميم الطعم للحوم بواسطة أنزيم اللايبيز أو الجلوتامينيزز البروتيازز. And these are examples of engineering enzyme technology in food sector. هذه الأنزيمات معظمها الأنزيمات اللي هي إعادة شيء بناء اللحوم الجديد اللي هو تحسين الطعم. Meat as raw material، لحوم كمادة أساسية أو كمادة بدائية للصناعة. The composition of animal varies significantly depend on اللحوم بشكل عام تختلف عن بعضها البعض، ولكن تعتمد بشكل أساسي على اللي هو السبيشيز اللي هي النوعيات، البريد اللي هي تكاثر الحيوان، ميثود اوف برودكشن أو كيفية إنتاج الحيوان هذا، mostly feeding بشكل أساسي اللي هي طعام الحيوان. The relative amount of muscle, bone, fat, edible offal, and inedible byproduct obtained vary due to sheltering
سلترينج ميثود اند كلتشرال ريزونز. طبعا كل هذه اللحوم والعظام والدهون وكمية الدهون اللي تؤكل واللي لا تؤكل من الحيوان كلها تعتمد بشكل أساسي على اللي هو أو تنتج بشكل أساسي من عملية الذبح والكالتشر اللي هي الثقافة لأسباب ثقافية. الناس في بعض الأحيان الناس بتأكل أجزاء من اللحوم بيأكلوهاش الغرب مثلا، فيعني زي ما بنعرف إنه الأمعاء والمعدة والآخر اللي بنسميها الكرش إحنا في ناس بتأكلوهاش، لكن في شعوب أخرى بتأكلها. The world meal production has increased tremendously during the last few decades. في حوالي 20 سنة الماضية زادت عمليات إنتاج اللحوم، خصوصا في اللي هو developing countries في الدول النامية. Total meat production has risen for example من 70 مليون في سنة 1961 ل 272 مليون طن في 2006. And increase is expected to continue حوالي 327 مليون في 2020. هذا الكلام اللي حكيناه على اللي هي التغيرات اللي بتحصل على الحيوان قبل عملية الذبح اللي هي slaughter changes، من العوامل هذه اللي هي الحيوان نفسه أو طريقة نقل الحيوان كمان. الحيوانات بتتنقل من مكان لمكان أو الفيرومنت اللي عايش فيها، البيئة اللي عايش فيها. بالنسبة للحيوان البريد اللي هي التكاثر الحيوان كيفية عمل التكاثر، وبنعرف الآن في توالد في طبيعي وغير طبيعي، بمعنى أصح بسبب يصمم سلالات معينة من الحيوانات. دايت الغذاء أو الريئرينج اللي هي التربية كيف ربينا الحيوان، كل هذه عوامل بتأثر على جودة اللحوم. احنا نعرف اللحوم كمان بتختلف من حيوان إلى آخر، الخراف، الماشية، الماعز، الأبقار، الجمال إلى آخره. وعندهم كمان اللي هو الحيوان الرئيسي في الدول الغربية اللي هو الخنزير. بشكل عام احنا نعرف إنه اللحوم احنا بناخدها من العضلات، فهي العضلات وإلها تركيب العضلات، وبالتالي العضلة هي اللي احنا بنعرفها. اللحوم هذه اللي احنا بنعرفها فيها الياف، الالياف هذه فيها او يسمى بالمايو فايبرل. المايو فايبرل حزمة من اللي هي الليف هذه فيها عندها ثين مايو فيلمنتس بنسميها اكتين، وفي عندنا ثيك مايو فيلمنت اللي بنسميها اكتين. فالعضلات بتتكون من الاكتين والمايوسين. الاكتين زي ما احنا نعرفه اللي باللون الازرق هذا اللي هو الثن، هو رفيع، ولكن الغليظ الخيط الغليظ هذا اللي هو اسمه اللي هو الأحمر هذا اللي هو مايوسين، هم متداخلين في بعضهم البعض. كمان في عنا حاجة اسمها سكاروليما، في عنا التي تيوب توبيول. الميتوكوندريا موجودة في العضلات بكميات كبيرة لأن العضلات بتحتاج للطاقة، وبالتالي الميتوكوندريا هي مكان لإنتاج الطاقة. فالميتوكوندريا جزء كبير من مكون أساسي في العضلات. ساركوبلازميك ريتيكولوم أيضا لإنتاج البروتينات، وهذه العضلات تداخلها مع بعض الأكتين والميوسين بيخلي العضلة كمان اللي هو تنقبض وتنبسط. في عندي الاي باند، الاتش زون اللي الى اخره. في عمليات هذه في عمليه الريلاكسيشن هو استرخاء العضله، هنا في عمليه الكونتراكشن ونلاحظ اللي هو قربوا اللي هو الاتش زون كان هنا في عمليه الريلاكسيشن كان بعيد، في عمليه الكونتراكشن صار قريب. في ميكانيزم معين كبير كيف بتحصل العضله بتنقبض. عضله المايوسين في لها زي ما يشبه التيل وإلها الرأس، وهذا اللي بيزيح الأكتين على الميوسين وبتداخلوا مع بعضهم البعض. بشكل عام dominant feature of muscle is fibrous structure، ألياف عبارة عن ألياف that makes function of muscle in the contraction possible. Due its structure muscle are capable providing tensile strength، توفير شد قوة الشد، العضلات هي اللي بتشد، and transmitting the force needed in contraction اللي هي عملية تحويل العضلات من حجمها الكبير لحجمها الصغير. Muscle begins to convert to meat
When animal has been slaughtered، اللحم العضلات بتتحول للحوم، عندما يتحول اللي يتم ذبح الحيوان بشكل لازم. At the death of animal، في عملية موت الحيوان، a complex set of biochemical and biophysical changes initiated in muscles، بعد عملية الذبح بتحصل هناك عمليات بنسميها عمليات بايوكيميكال وعمليات كيميائية وعمليات فيزيائية، تغييرات كلها هي بتحصل بعد at the later stage degradation of muscle protein by endogenous protease system، اللي هي انزيمات البروتيز اللي بتدخل بعد عملية في تخلي عملية تحطم أو البروتينات lead to softening and of myofibrillar structure، الألياف هذه بتتم عليها بتصبح بشكلها الطري and immediately meet tenderization، اللي هو اللي بتحصل في عملية إيش، عملية اللي هي تطريات اللحم. The skeletal muscle is simply in a bundle of muscle fiber that appear in bundles surrounded by connective tissue sheet called perimyocene. Muscle fibers arose عبارة عن حزم أو اتجاهات لونكم اللي several centimeter، اللي هي طول الفايبر هذا من سنتيمترات of 10 to 100 micrometer in diameter، اللي هي multi nucleated cells. They are the basic cellular unit living in protozoan and meat are surrounded by connective sheet called endomyocene consisting mainly of collagen. والكولاجين احنا الكولاجين بنعرف موجود في اللحوم، موجود في حوالين العظام. Muscle fiber and their consists of myofibril composed of parallel myofilaments، الياف اللي هي العضلية. Functional contractile unit of a myofibril اللي هي السركومير is an organized assembling parallel running actin والمايوسين، زي ما حكينا عليهم هذول البروتين أو الجزئين اللي بيعملوا في الفايبر العمليات اللي هي عملية الكونتراكشن. بشكل أساسي من ناحية الكيمستري and biochemistry of muscles، إحنا نعرف اللي هو chemical composition of typical mammalian muscle، اللي هي العضلة الموجود فيها بشكل أساسي، في اللي هي مكونات الماء، البروتين، lipid والكربوهيدرات and derivatives و other. الماء بشكل حوالي 75% من العضلات، البروتين بشكل حوالي 19%، هذا موزعين على myofibrillar sarcoplasmic connective tissue and granules، كلها هي تظل مجموعهم 19%، الليبيد 2.5%، الكربوهيدرات derivatives 101.8، الأذرز اللي هي 2.3 موزعات على المينرالز ونون بروتين سولوبل سبستانسز. لو احنا بدنا ناخد اللي هو تقريبا مقارنة من ناحية الأحماض الأمينية المكونة للحوم، اللحوم سواء كانت في اللامب في الخراف أو البورك اللي هو الخنزير أو البيف اللي هي الأبقار، زي ما احنا عايزين الأحماض الأمينية في منها عندنا essential ضرورية أو أساسية، وفي عندنا non essential غير ضرورية. غير ضرورية يعني الجسم بيقدر يصنعها كل الليست حوالي 10 أحماض أمينية. الاسينشال أمينو أسيد لازم يكونها يعني لازم يتناولها الإنسان من خارج جسمه، اللي هي الليوسين والأيزوليوسين لايسين اللي هي ميثيونين فينيلألانين ثيرونين تروبتوفان وفالين، هذول عددهم 8. في عندنا حمضين أمينيين بكون في بعضهم ضروري للأطفال، في بعضهم إحنا بنقول لما نقول جلوتاميك أسيد بنكون قصدين إنه جلوتامين وجلوتاميك أسيد. طبعا لو احنا بنيجي نقارن من ناحية مكونات، تقريبا بنلاحظ انه في الثلاث انواع الحيوانات هذه سواء الخراف او الخنزير او الابقار بنلاقيهم تقريبا متساوي، لكن في بعض الاختلافات احنا الان مش في صدد اللي هو مفاضلة الانزيمات الحيوان الماشية عن
المواشي للأبقار عن الخراف أو عن الخنزير، لكن في أنا بعتقد إنه في اختلاف كبير، يفضل اللي هي اللحوم الحيوانات زي الخراف عن الأبقار عن الخنزير. الخنزير في الشريعة الإسلامية حرام عندنا، وبالتالي إحنا اليوم مش في صدد تقييم الحيوانات هذه من ناحية الجودة، من ناحية الحيوانات إلى آخره. موضوعنا الإنزيمات وكيف نستعملها. Converge of muscle to meat، كيف تتحول العضلات لحوم. Hundreds of different enzymes act in concert in living muscle fiber enabling to contractile function maintenance and the growth of muscles. طبعا في مئات من الأنزيمات تستعمل أو تكون متواصلة أو بتكون لها دور كبير في عملية كيفية اللي هو انقباض العضلات، وكمان في عملية نمو العضلات إلى آخره. The energy of these reactions derived from ATP. الطاقة اللي بتستخدمها العضلات هي أساسا على شكل ATP، وبالتالي في عندنا إنزيمات كبيرة في اللي هي في عملية لتكوين الطاقة لإنتاج الطاقة للعضلات حتى تقوم بعملها. Quantitatively, the major majority of the enzyme in muscle are dealing with energy metabolism of fibrin. طبعا العضل اللي احنا بنحكي عن مئات الانزيمات، لان مئات الانزيمات هذه كلها بسبب هي عملية الانرجي ميتابوليزم، توفير الطاقة للعضلات. When animal is stunned and bled، عملية ذبح وعملية البليدنج أو عملية الاستنزاف نزف الحيوان، the fiber continue their metabolism. يعني في عملية الذبح بتظل العضلات مستمرة في عملها، مستمرة في عملية ايش الانرجي متبس as they would in an aerobic situation، كأنها صارت in living animal. بمعنى صح، في عندنا ما يعرف بالايروبيك والنون ايروبيك. الايروبيك اللي هو الحيوان لما يكون عايش، بعد ما ينذبح الحيوان بطل يتنفس، وبالتالي ندخل في عملية ما نسميها الان ايروبيك situation. The basic need to maintain physiological ATP level is done by degradation of muscle polysaccharide glycogen and by sequences in aerobic and anaerobic glycolysis. عملية glycolysis معناتها هي عملية تحطيم الكربوهيدرات لإنتاج الطاقة. هذه بتحصل، الجلايكوليز بتحصل على شكلين، إذا كان في أكسجين وإذا كان في عدم وجود الأكسجين، وبالتالي هي لا تعتمد على الأكسجين، وبالتالي لإنتاج لغاية لما يشلو من الجلايكوجين والبوليكسكرايد الأنيروبيك جلايكوليز. إحنا إذا يعني في شكل من الأشكال هنتعرف على العمليات الميتابوليزم للجلايكوليز، سواء كان ايروبيك او نون ايروبيك، ونشوف كيف استخدام الكربوهيدرات او حتى الجلايكوجين المخزن في الجسم في العضلات لانتاج الطاقه. As a result من ذبح الحيوان، a drop of pH from the level of resting muscles اللي هي 7.2 ل 5.5 will occur. بالتالي صار في عنا انخفاض في البي اتش ناتج عملية الذبح، ناتج عملية الايروبيك الانيروبيك جلايكوليسيس، وبالتالي هذه لها تأثير على جودة على الحيوان. Finally, the reduced pH and temperature will decrease the activity of glycolytic enzyme. وبالتالي زيادة اللي هو انخفاض البي اتش وقلة الحرارة بيأثر على ما يعرف بالجلايكوليتيك انزيم اللي هي عملية الجلايكوليسيس، فيها انزيمات كثيرة، وبالتالي الأنزيمات هذه بتتأثر بانخفاض البي اتش، بتتخدر بانخفاض الحرارة which in turn result in a gradual decrease of ATP level. وبالتالي هذا بيؤدي على عمل اللي هي انخفاض في مستوى ال ATP. انخفاض ال ATP يعني انخفاض عملية اللي هي ال contraction، اللي هي بتصير بتبطل في عملية ال contraction، عملية الانقباض والانبساط. Sequentially subsequently changes in membranes in cytoplasm sarcolemma denaturation of fibril conjugates simultaneously the main contractile protein complex which are normally kept separate by ATP are irreversibly bound together. This phenomenon that is called rigor mortis
مورتيس اللي هي التيبس الميت أو التخشب الموتي. يعني إحنا بنعرف إنه الحيوان بعد ما ينذبح بتبطل فيه اللي هو إنتاج كمية الطاقة للأسباب اللي حكينا هي، وبالتالي عملية الانقباض والانبساط بتختل، وبالتالي عملية الانقباض بتتم بشكل irreversibly بشكل غير رجعي، وبالتالي هذه بنحصلها بنسميها اللي هي تيبس الميت أو التخشب، وهذه بنعرفها إحنا. فبالتالي عملية اللي هو ذبح الحيوان واستخلاص اللحوم منه وتقطيعه بيجي عليه فترة إنه الحيوان بيكون في بداية الذبح بيكون اللحم أو بيكون حركة الحيوان بتكون لسه اللي هي المفاصل شغالة والعضلات شغالة، لأنه في لسه اللي هي أنيروبيك جلايكوليزز في طاقة، ولكن بعد فترة بصير في إيش، في تيبس. التيبس هذا ناتج إنه العضلات بتكون انقبضت وما فيش لها رجعة إنها تنبسط، وبالتالي هذه بنسميها العملية اللي هي ريجور مورتيس. يعني بمعنى أصح when ATP level fail to a subnormal level, fibril degradation is started by endogenous proteases that is calcium activated calbeins. طلع العملية هذه عملية اللي هو انخفاض ال ATP اللي تحت الطبيعي بيؤدي لعملية degradation للعضلات، وهي كمان بيحدث ما يعرف بالإيش بالإندوجينيوس بروتيزز اللي هي بواسطة اللي هي الكالسيوم اكتيفيتد كالبينز. The level of activity of calbins is dependent on the activator اللي هو الكالسيوم content pH وtemperature and inactivator اللي هو كالبستاتين. كالبستاتين زي ما انتم ملاحظين الكالسيوم بيفعل الكالبين، الكالبين في له مثبط اللي هو اسمه الكالب كالبستاتين، والعملية هذه في الآخر العملية الطبيعية بتؤدي إلى مصل أتروفي يعني اللي هو خراب العضلات. The rate of activation and activation depend on time طبعا الوقت، كل ما زاد الوقت كل ما زادت عملية اللي هو المصل أتروفي أو degradation للفايبر. And temperature is a very complex manner. The cooling regime cause considerable variation and tenderness depending on stress history of animal before slaughtering and the time temperature pH companion with each post mortem. كمان كل آيات هذه حتى الحيوان في عملية الذبح لازم احنا نكون يعني بمعنى أصح من إخافة الحيوان ممكن تؤدي إلى إحنا نحصل على جودة اللحوم بشكل غير طبيعي، لأنه في عملية زي ما حكينا الوقت والتمبريتشر والبي اتش كومبينيشن اللي هي عملية التبع. كتبسين another group of muscle proteases عن مجموعة من الأنزيمات are located in lysosome. كتبسين degrade various myofibril components include myosin, F-actin and troponin. التروبينين هذا أيضا اللي هو بروتين موجود في العضلة. بمعنى أصح عملية اللي هي الديجريديشن للفايبر بتنتج من الكالسيوم، الكالسيوم بيدخل على الخلايا اللي فيها الكالبين وفي الكابلاستين اللي هي لهم دور كبير في عملية ديجريديشن للعضلات. قبل شوي حكينا على اللي هي التشينجز اللي بتحصل للحيوان قبل الذبح، لكن سلوتر تشينجز بشكل أساسي اللي هي عملية أول شيء بيحصل عن فيلر أو سيركولاتري سيستم، فشل في السيستم اللي هو الدورة الدموية، هذه بتؤدي إلى decline من البي اتش نتيجة loss of protection from microorganism اللي هي الدورة الدموية. في دورة دموية يعني الحيوان صار يتعرض للحياة الدقيقة والميكروبات. degradation due to the proteolytic enzyme الانزيمات بتعمل بتحطم في البروتينات، زي ما حكينا ال pH ايضا بينخفض. كل هذه العوامل مع بعضها بتؤدي لمعرفة الروجر مورتيس اللي هي التخشب الموتي. factors in meat processing
طبعا في عنا 3 عوامل، في عملية اللي هي معالجة اللحوم، في عنا الهيتنج، في عنا الووتر بايندينج، في عنا الميكانيكال تريتمنت، كلها لها دور في عملية معالجة اللحوم. هيتنج كوزز دراماتيك تشينجز، الحرارة لها دور كبير في تؤدي إلى تغييرات في اللحوم في البروتين سيستم. ماي فابر البروتين ديناتشوريت، البروتينات بتصير لها عملية ديناتشوريشن زي ما قلنا بفعل الحرارة، and thus open up and aggregate thereby losing a large of portion of their water binding. تحصل اللي هي العملية اللي هي ارتباطها بالماء بتفقدها، اللي هي water binding is the most important technological property in meat and meat product. اللي هي المحافظة على صفة انه اللحوم او العضلات تكتسب الماء. هذه من أهم اللي هي الفنيات في صناعة اللحوم. Good water bindings in generally obtained when microfiber protein carry high. The most cases اللي هي negative net charge. There is constant increase within physiological pH ranging from 5 to 5. 6, 7.5. The water binding increase also with increased salt content up to 5% and ACL. هذه العملية كلياتها يمكن احنا نلاحظ عملية الووتر بايندينج للحوم، وهذه يمكن تستخدم في غش اللحوم في بداية الذبح. كيف يعني؟ نلاحظ انه الجزار لما بيسلخ الحيوان بصير يرش عليه مية على اللحم. بالضبط عملية رش الماء انه بيكتسب اللحوم بتكتسب كمية من الماء أثناء عملية الذبح، عملية السلخ اللي هو إعداد الحيوان، وبالتالي هذه بتزيد معاه في الوزن. يعني إذا بدك أنت تاخذ 100 كيلو جرام من اللحوم، المية هذه ممكن تصير 110، لأنه اللحم هذه اللي أخذتها من الماء، لأنه اللحوم لها خاصية الووتر بايندينج زي ما حكينا، والووتر بايندينج من أهم اللي هي التكنولوجيكال بروبرتيز ان ميت اند ميت برودكت. ميكانيكال تريتمنت اللي هي عمليه ميكانيكال تريتمنت such as missing or chopping، اللي هي also affect عمليه التقطيع او عمليه الطحن البروتيز of meat. missing keep the fibral bundle and fibral intact، اللي هي الالياف هذه بتضلها مترابطه في عمليه الطحن. اللي هي اما اللي cutting them across بتعمل عليه القطع اللي هي في حالة اللونج اللي قلت الأكسس، الناحية اللي هي بشكل عمودي أو طولي. In addition, chopping disintegrate the fiber also some extent by chopping usually salt and some. عملية الطحن عملية التقطيع اللي بنستخدم فيها الأملاح، بعضها أحمال فسفوت فوسفيت water and added resulting in swelling of myro مايوفيلمنتس، اللي هي إضافة الملح وإضافة الماء بتؤدي إلى انتفاخ في اللي هي العضلات في اللحوم. كيميكال disintegration and cellularization of مايو اللي هي مايوفيبرال بروتينز. الآن موضوعنا الأساسي اللي هو الإنزيمات. إحنا حكينا كل اللي حكيناه مقدمة للحوم هذه كيف صناعتها وكيف نحصل عليها إلى آخره، لكن إحنا اللي بهمنا أكثر اللي هو الإنزيم used for meat processing. في عنا من الإنزيمات اللي هي البروتيازز and peptidases. since proteases have an important role in meat processing and tenderization، الانزيمات هذه هدفها الاساسي اللي هو عمليه تطريه اللحوم. احنا دائما نرغب ان اللحوم تكون طريه اثناء عمليه تناولنا للحوم. various exogenous proteases capable of dissecting connective tissue and muscle protein have been chosen for this purpose. من الانزيمات اللي تستخدم في عمليه تطريه اللحوم البروميلين، البروميلين اللي هو الانزيم ايضا، وفيسين. واحنا بنعرف هذول مروا علينا الثلاثه، هذا من البابايا، هذا من الاناناس، وهذا من اللي هو التين. ار بينج يوز كوميرشال سكيل اللي هو يسمى اللي هو ميت تندرايزر. فيردر مور بروتيزز هاف بين يوز فور بون كليننج، كمان يعتبر اللي هو تنظيف
للعظام أو favored for mission and meat industry كمان. طبعا لو أخذنا هذه الإنزيمات they cleave some commercial endopeptidases اللي هي الإنزيمات اللي تعتبر endopeptidases، هذول الإنزيمات اللي بنحكي عليهم exopeptidases، لكن هذول بنحكوا عليهم إنزيمات الإندوبيبتيديزز اللي هي السيرين بروتييزز اللي هي السيستاين بروتييز، اللي هي في عنا كمان الأسبرتيت بروتييز، في عنا الميتالو بروتييز، البابايين والفيسين والبرولامين بروميلين اللي هي إنزيمات طبعا هم ما حكينا عليهم هنا إكزو، لكن بالفعل انه بيتكون من النباتات، لكن احنا بنحكي على انزيمات بغض النظر عن اللي هو اساسها هذه اندوبيبتيديز موجوده في الداخل، لكن هذه انزيمات بتعمل عمل اللي هو يعني كيفيه تحطيم او كيفيه تقطيع او للهضم البروتينات في اي المواقع. فلو اخذنا الكيموتريبسين 3 4 21 1 يكسر عند التيروسين تريبتوفان الفينيلالانين ليوسين، التريبسين في الموقع الأرجانين لايسين، للسبتلينزم هي الهيدروفوليك أمينو هيدروفوبيك أمينو أسيد، السيستاين اللي هو كتابسين بدل الأرجانين لايسين والفينيلالانين. وهذه كل اللي زي ما انت شايفين، فاحنا ملاحظين البابين والفيسين والبروميلين هي على الأرجانين، بيكسر في المنطقة اللي فيها أرجينين، فيها لايسين، فيها فينيلألانين، فينيلألانين تيروسين ولايسين أرجينين فينيلألانين وتيروسين. فزي ما انتم ملاحظين في اختلافات في الأنزيمات في موقع اللي هو عمل الإنزيم. Example of the use plant proteases and proteases containing reaction in meat tenderization. هذه الانزيمات زي ما احنا ملاحظين البابايين والبروميلين، البروميلين لهم عملية اللي هو مصدرهم البابايين مصدره البابايا والبروميلين اللي هو مصدره الاناناس بشكل اساسي، اللي هو الروماتيل اللي تستخدم للبابايين اللي هي تركي ديبستكس اللي هي بيكنج كينز اند روسترز اللي هي المطبوخة، وبالتالي عملية البروسيسنج كونديشن انجكشن ويد مارينيد كونتيننج بابايين، يعني بمعنى صح التتبيلة احنا اللي بنحطها على اللحوم هذه بيكون فيها البابايين، ولكن البابايين حتى يعمل عمل بنعمله عملية انجكشن في داخل اللحوم. all products significantly more tender than control tender، يعني صار اصبح طري باستخدام البابايين. the favored marinated probably masked some of flavor caused by papain. طبعا في بعض الأحيان اللي هي عملية التتبيل أو عملية التتبيل هذا للحوم بيؤدي إلى flavor بيكون محفوظة أو بيكون يعني off flavor، بيكون ملهاش ريحة بمعنى صح على الطبخ، وتديش تغيرش في نكهة القطعة. papain بالبيف meat injection with papain and treatment with high pressure، يعني كمان الانجكشن او بنعملها بعملية ان بنعرضها لضغط، الضغط حوالي 100 ل 300 ملي بار for 10 minutes لمدة 10 دقائق and pressurization to 10 ملي بار significantly increase tenderness، يؤدي الى زيادة في اللي هو طراوة اللحوم. higher pressure did not lead to further tenderization. بمعنى أصح الأنزيمات في أثناء الضغط تؤدي إلى تطرية اللحوم، لكن الضغط مش هو اللي بيؤدي إلى الضغط إلى تطرية اللحوم. البروميلين اللي هو بالبيف كيوبس dipping on enzyme solution before freeze it dry، على تنشيف اللحوم او لحفظ اللحوم كمان بنكون محطين احنا او ضاغطينها مع الانزيم البروميلين. improve texture and marked effect on collagen solubilization. وهيك زي ما انتم شايفين الانزيمات كلياتها في سواء كان لحوم الابقار او لحوم الدجاج او الديك الرومي كلها باستخدام الانزيمات هذه، انها مفعول كبير على
اللحوم من ناحية تطرية اللحوم. كمان الفيسن ground beef, فيسن tenderized meat and sausage manufacturing. لاحظوا كمان نحكي على الأنزيم الفيسن اللي هو بيأخذ من التين, والأنزيمات هذه أو المادة البيضاء هذه اللي فيها تحتوي على أنزيمات, هذه طبعا لو إحنا الحصول عليها بشكل بيكون غالي الثمن, وبالتالي لا تستعمل بكميات كبيرة, بيستعمل أكثر البابايين والرمانيين. More protein solubilization and meat and improve water holding capacity, emulsion stability and other quality factor of sausage في صناعة السوسج. أكتينيدين أو بابين الأكتينيدين اللي هو الأنزيم في الكيوي, أنزيم الأكتينيدين do not hydrolyze as many myofiber protein as بابين, but resulting in some degree of meat tenderization, كمان بيؤدي إلى هي تطرية اللحوم without over tenderized service. كروت أكتينيدين اللي هي بيف سيمي تندرس اللي هي مثل ان تشيلز اللي هي تندون اللي هي الاوتار اميرج ان كرود انتدين اند تريتينج ويز هاي بريشر, كمان 5500 ملي بار دي بروتيز ديكريز اتشير فورس فاليو, بات ذا بريشر تريتمنت هاد نو سيجنيفيكانت افكت بروتيزز ستابلايز سام اوف unheated alpha chain collagen pressure increase effect highly. كلمة marinating اللي هي معناتها النقع, وهنا من الكلام اللي بنحكي زي ما انتم شايفين ايضا يستخدم اللي هو الجينجر زنجبيل extract للشيب ميت هانكس, وزي ما انتم ملاحظين هنا ممكن تصل لعملية المارينيتنج لو 24 ساعة في درجة حرارة 4 درجات. يعني احنا بنقطع اللحوم لتطريتها بنخلطها بالزنجبيل واللي بنتركها في الثلاجة لغاية لتاني يوم اللي هي مدة 24 ساعة. increase significantly increase tenderness اللي هي زيادة بتضطر اللحوم كمان بشكل رئيسي, decrease shear force and اللي هي and increase cooking yield water holding capacity and collagen stability. كمان هذه نفس الطريقة على المارينيتنج, لكن زي ما احنا بنقصد في بعض الأحيان البافالو ميت اللي هي لحوم الجاموس, لحوم الجاموس تكون قاسية كبيرة وقاسية كتير, وبالتالي بتحتاج في عملية المارينيتنج 48 ساعة في درجة حرارة 4 درجات, ما ولا باستخدام الجنجر طبعا, ممكن لو استخدمنا الانزيمات الاخرى بكون اقل الوقت. improved tenderness of tough buffalo meat no added adverse effect on other meat quality parameter. الجنجر مش زي البابين اللي طبعا اغلب الاحيان زي ما انتم ملاحظين 24 ساعة من 48 ساعة. immersion in water containing ginger powder اذا كان في باودر, لا اللي هي كمان في لحوم اللي هي قطع اللحوم المأخوذة من الخنزير بيستخدموا لها الجنجر, وبالتالي altered lower shear force value and enhance overall accessibility compared with control ginger, additionally increase shelf life. كمان اللي هو الجنجر أثناء يكون استخدامه بيؤدي إلى زيادة طالة عمر المنتج في على الرأس. من الأنزيمات الأخرى التي تستعمل اللي هي اللايبيزز lipases dry acyl glycerol lipase 3113 can be used for favor formation and sausage production. كمان اللي هو الانزيم هذا بيغير له تحسين الطعم او تكوين الطعم خصوصا في اللي هي السجق المنتجات السجق اللي هي ان النيتشر واسع الانتشار في الطبيعه. are found in various organisms include animal plant fungi and bacterial lipases are esterases which are key enzyme involved in fat digestion في تحطيم او في هضم الدهون. they are convert insoluble triacylglycerol to more soluble fatty acid and di and monoacylglycerol which can be acetylated by the
organism. The active sites of the disease are composed of اللي هي سيرين، aspartate، glutamate، histidine، motif which compose of catalytic similar arrangement of to serine protease. مشابه السيرين لأنه في عنا في الأكتيف سايز للليبيز في عنا الحامض الأمين اللي هو السيرين والأسبرتيت. Most microbial arabes exhibit maximal activity in temperature range 30 ل 40 درجة مئوية. للثيرموفيليك ليبيزز اللي هي الليبيز اللي بيتحمل درجات الحرارة retaining activity and temperature من حوالي range 50 ل 65 درجة. It has been isolated from filamentous fungi في اللي هي الفطريات اللي هي زي اسبراجيلاس نيجر ثيرمو Mycetes, Lanuginous, and some bacteria, the Pseudomonas will bacillus species. Maximum activity more diseases is displayed in pH لهو 5 لسد ل 8 و at maximum solubility and natural neutral pH. كمان أيضا في عنا ما يعرف بي اللي هي alkaline lipases have pH optimal around حوالي 9 have been discovered موجود اكتشفوا من بعض اللي هو الأصناف زي الباسيلاس والبسيدوموناس سبيشيز. These are commercially available from different suppliers also in food grade 4. كمان في عندنا من الأنزيمات اللي بتأثر على اللحوم اللي هو الترانس جلوتامينيزز للجيجيتيز 2332 13 can be used for structure engineering. هذا الكلام اللي بنحكي عليه احنا جديد for tolerating اللي هي تكييف او تصنيع الاشياء structure اللي هي properties of different process and heated meat product. اللي هي الـ trans glutaminase are widely distributed enzyme discovered in many different animal tissue bond body fluid fish bird invertebrate اللي هي الفقاريات amphibial برميات والبلانت والميكروبات. يعني انتشار واسع في الحيوانات هذه كلياتها او في الاورجانيزم هذه كلياتها من الحيوانية لسواء الجسم للأسماك للطيور للفقاريات للبرميات للنبات والميكروبات. GDS for various food application include meat processing أيضا موجود فيها GTS الجلوتامين ترانس جلوتامينيز different origin cross link ability toward myofibril protein. الانزيم هذا بيعمل كروس لينكينج وهنعرف ايش هو الكروس لينكينج ان شاء الله في نهاية محاضرتنا ونشوف كيف بيعمل عملية هي توصيل اللحوم مع بعضها ولا ما يعرف الان بايش بالستركشرال انجينيرينج. Mammalian destined to modify in addition myosin also acting while microbial vegetates origin from streptomyces have only limit activity in actin. فالميكروبيال ترانس جلوتامينيز بيعمل على الاكتين لكن اللي هو الشكل الاساسي الماميليان ترانس جلوتامينيز بيعمل على الميوسين والاكتين. الترانس جلوتامينيز اندبندنت لا يعتمد على الكالسيوم. The enzyme show optimal pH اللي هو pH اللي هي 5 إلى 8 and substrate active اللي هي 4 لغاية 9.6 من عشرة. This enzyme retain fully activity at 40 degrees centigrade for 10 minutes but totally inactive within a few minutes at 70 degrees centigrade. أيضا من الأنزيمات اللي تعتبر oxidative enzyme اللي هو oxidative enzyme can an alternative for اللي هي transglutaminase to cross link. ممكن تكون هي بتعمل عملية cross link أيضا ولكن يعتبر ممكن بديل عن transglutaminase in a protein matrix. Oxidative reductive enzyme lead
الانزيمات الاوكسيديتيف. منها عندنا اوكسيديتيف ريدكتيزز انزيم انكلود تيروسينيز اند لاكيز. لاكيزز ار ريبورتد تو كروس لينك، هذه بتكون كمان ميت زي ما حكينا. التيروسينيز اللي هي ار كابابل اوف جنريتنج كروس لينكينج ان بروتين ماتريكس از ساتش از together with some small molecular weight compound trans اللي هو التيروسينيزز are copper نحاس containing بروتين بيحتوي على بروتين يحتوي على النحاس containing two type 3 type 3 اللي هو copper type copper atoms and they're active active site shuttle electron substrate molecule oxygen with which is terminal electron acceptor oxygen طبعا. Lacases has involved in, has been shown to cross link iodine and peptide. Their best known in nature is related to polymerization and depolymerization process of lignin. عملية لاكيزز له علاقة أكتر بعملية اللي هي البلمرت أو نزع البلمرة من اللينين. لاكيزز also called copper containing enzyme بيحتوى على النحاس. they contain مش ثلاثة زي ما حكينا للتيروسينيزز. لاكيزز بيحتوى على أربع ذرات من النحاس in their active site and are more oxygen and use molecular oxygen as terminal electron acceptor. The cases show surprisingly broad substrate specificity being إلو the cases بشكل عام إلو أكثر من نوع أو أكثر من substrate being كمال oxidized بيقدر يعمل oxidation للphenolic compound for example diphenol polyphenols different substituted phenols diamines and aromatic amines. اللينين اللي حكينا عليه is a class of complex organic polymer that form key structural material and support tissue vascular plant and some algae اللي هي بعض الطحالب. لو احنا بدنا نشوف الشريحات حتى نعرف ايش هو اللينين. اللينين احنا لو اخذ في النبات، النبات في عنا سيل بلانت سيل، بلانت سيل في عنا الماكرو فيبرل فيها الألياف أيضا ألياف نباتية اللي هي مكونة زي ما احنا بنعرف من السيلولوز اللي هي حوالي 40 إلى 50% من الويت من الوزن. في عنا الهيمي سيلولوز اللي هو 25 إلى 35 من السيلولوز. في عنا الليجنين، الليجنين حوالي 15 إلى 20% زي ما انتم شايفين الألوان الأحمر والأزرق. الأزرق اللي هو السيلولوز. في عنا كمان اللي هو بعديها الهيميسيلولوز حواليه، وفي بعد اللي مادة الليجنين. في عنا أيضا من الأنزيمات اللي تستخدم في اللحوم اللي هي أنزيمات الجلوتامينيز. هناك احنا بنحكي على ترانس جلوتامينيزز، هنا بنحكي على الجلوتامينيز لوحده. الجلوتاميك أسيد is well known favorable enhancement اللي هو الحامض الأميني للجلوتامين. الجلوتاميك أسيد يعتبر من المحفزات للطعم. For instance the unique favorite fermented soya sauce is mainly due to glutamic acid. يعني احنا بنعرف اللي هو الصويا المخمرة الأساس اللي هي من أساس الحامض الجلوتاميك أسيد زي ما احنا شايفين. الجلوتاميز جلوتامينيز الجلوتامين أمينو هيدروليزز إنزيم 3552 produced by starter culture has an important role in flavoring formation for example هي sauce production. طبعا الانزيمات هذا تستخدم في عمليات السجق أو السجق production by supplementing glutaminase to ferment seasons the seasoning agents اللي هي زي التوابل بيعمل تخمير أو بيعمل إلى such as miso, soya sauce and pickles اللي هي
بيكنزل هي المخللات، الصويا صوص الصويا والميسو. الميسو لو احنا نعرف هو طبعا يعتبر من التراديشنال يابانيز، التراديشنال جابانيز ساسنج اللي هي توابل اليابانية produced by fermenting of soya bean اللي هي فول الصويا اللي بنعرف ولا بنسمع عنه أو بنعرفه with salt and اللي هي الكوجي اللي هي the fungus الأسبراجيلاس والريزي and fermented and sometimes يعني بنستعمل الصويا طبعا. الميسو هذا الميسو يعتبر من الأشياء التقليدية في اليابان، بيخمروا بواسطة أو بينتجوا بواسطة تخمير اللي هي الصويا مع الملح في باستخدام اللي هو الأسبراجيلاس أور. طبعا الكلام هذا كله هياته the glutamic acid content this product can be bolstered بدعم making it possible to appear food product would increase يومامي تيست. يومامي تيست اللي هي طعم اللي نعرف عليه يومامي تيست النكهة الطيبة. يومامي is one of the five basic taste and is best described as a savory طيب النكهة اللي هو مالح طبعا فيه ملاحة أو ميت فيفر طيب النكهة طبعا. لمزيد من التوضيح بنجي نحكي على اللي هو الفرحة جاي لك، خلينا نكمل هنا. الجلوتامينيزز catalyze hydrolytic amidation of glutamine اللي هي التو الجلوتاميك اسيد بشيل اللي هي مجموعة الامين من الجلوتامين و and fever enhance and ammonia فينا بتنتج الامونيا acidity neutralize they belong to a large subfamily of serine dependent beta lactamases and penicillin binding protein. طبعا احنا دي يا مامي تيست احنا بنعرف اللي هو اللي في عنا اربع اللي هي الطعم، طعم الحلو والطعم الحامض والطعم المالح والطعم اللي هو البتر المر. هذه طبعا احنا بنحكي على اللوز المر مثلا بتذوقه اللي هي السولت اللي المالح والسور الحامض والحلو الحلو من الحلويات. وهذه اماكن إذا بتعرفوها يعني هذه بتكون فرصة نتعرف كيف إحنا بنتعرف على الشيء الحلو بندوبه في طرف لساننا في المقدمة، النوع الحامض بندوبه على بنشوف نشعر فيه بندوبه بالأماكن الموجودة اللي هي على جناب اللسان. السولت فيه له 4 مناطق تقريبا في المناطق اللي هي مناطق الحامض بالإضافة إلى مقدمة الملح، لكن هذا شيء أساسي. إحنا مندوبش الطعم المر لا إيش إلا في نهاية اللسان في الجزء الخلفي من اللسان. لكن اليمامي اللي هو طعم اللحوم واللي بنظهر باليمامي بيكون في إيش في وسط اللسان بالضبط اللي في المنطقة هذه، فهو يعتبر من الخمس الأطعمة اللي إحنا نتعرف عليها الأساسيات الأربعة. واليمامي هذا ليش نتيجة اللحوم هذه اللي عملنا عليها وتعرفنا عليها.